الله يعطيكم العافية الشباب. بنكمل طبعا تحليل وتصميم لكم معلومات محاسبية اثنين. بنكمل بشابتر 21 اللي هو ديفلوبمنت باي ان هاوس انفورميشن سيستم ديبارتمنت، او تطوير الأنظمة داخليا عن طريق الانفورميشن سيستم او قسم الانفورميشن سيستم. Organization developed custom software when doing so provides a significant competitive advantage. بتقوم المؤسسات بإنشاء أنظمتها داخليا وحسب الرغبة من أجل الحصول على ميزة تنافسية في السوق. There is little benefit to a custom written payroll or account receivable system, whereas there may be significant benefit to sophisticated just-in-time inventory management or product manufacturing software. بحكي لك إنه يعني إحنا عشان نطور بدنا نطور software داخلي يكون قائم على احتياجات الشركة، بالعادة هذا السوفتوير ما راح يكون يدور حول أمور بسيطة أو أشياء بيجيبيني منها منفعة بسيطة، مثل إنك تيجي تعمل حساب الرواتب أو حساب أكاونت ريسيفبل سيستم تيجي تطوره داخليا، مش مستاهل. هاي الشغلات بتلاقيها جاهزة وبأسعار جدا بسيطة بس. ولكن شو اللي السوفتوير اللي إذا بتطوره داخلي ممكن يعمل لي منفعة حقيقية؟ إذا كان هذا السوفتوير معقد وبيقدر مثلا يعمل لي نظام just in time inventory، او بيقدر يعني يكون لعمليات انتاجيه معينه لبرودكت، لانتاج برودكت معين هذا السوفتوير. فبالتالي يعني السوفتوير بتكون اهميته موجوده لما بده يعمل اشي خارج الصندوق، مش لما بدك تعمل نشاط عادي ونشاط ممكن تشتري بسعر كتير زهيد. نكمل. The hurdle that must be overcome to develop quality software are significant amount of time required, the complexity of system, poor requirement, insufficient planning, inadequate communication and cooperation, lack of qualified staff and poor top management support. هون بحكي لك يعني العوائق بالعادة، العوائق hurdles اللي بتكون أمام عملية إنشاء نظام تتمثل بانه ايش؟ اول اشي الوقت اللي بده ياخده، يعني الوقت المطلوب من عمله، التعقيدات البرمجية، وضع المتطلبات بصورة سيئة للسيستم من قبل الشركة، تخطيط يكون غير كافي، دعم ضعيف من الادارة العليا، اتصال عدم وجود تواصل وتعاون سيء، وبرضو عدم وجود عندي الخبرات او اشخاص ذوي الخبرة اللي ممكن يساعدوني في عمل هيك برمجية. طبعا انت يعني تكون بالشركة بدك مبرمجين او ناس عندها معرفة في عملية البرمج وعملية انشاء السوفتوير، وإلا يعني انت بدك تضلك تجرب راح تدور بحلقة مفقودة وبيجوز الموضوع يأخذ منك وقت كثير كبير. نكمل. Custom software is created in-house or by an outside company hired to write the software or assemble it from its inventory or its inventory of program modules. بحكي لك انه الكاستم سوفتوير او السوفتوير اللي انت بدك تعمله بناء على احتياجاتك ممكن انه يتم تصميمه داخليا عندك في الشركة او عن طريق شركة خارجية انت بتقوم بتعيينها من اجل انها تعمل لك هذا السوفتوير. وبالعادة هاي الشركات بتكون عندها مجموعة من السوفتويرات بتقوم بربطها مع بعض وبتخليها اشي مناسب لك في الشركة بس. ولكن بدك تعرف لما انت بدك تستخدم اوتسايد ديفلوبر او مصمم او شخص يصمم لك وهو مش من اي شركه من عندك، انت جايبه من برا، اكومباني مينتين كنترول اوفر ذا ديفلوبمنت بروسيس از فولو. لازم الشركه تضلها مسيطره على عمليه تطويريه للنظام وبالطريقه التاليه. اول اشي كيرفلو سيلكت ديفلوبر ذات هاز اكسبيرينس. بدك تقوم بانك اختيار او تختار مطور او شخص يطور لك اياه يكون ذو خبره في ان ذا اندستري، في الصناعه المطلوبه. يعني اذا انت كنت تجاري بدك شخص عنده خبره في الشركات التجاريه، اذا كنت صناعي بدك شخص عنده خبره بالشركات الصناعيه، اذا كنت استخراجي بدك شخص عنده خبره بالصناعات الاستخراجيه، طبعا في عمليه وضع البرمجيات انا بحكي. وطبعا هذا الشخص بده يكون يفهم بالضبط، عنده depth understanding، فهم عميق لاليه عمل الشركات هاي بهذا القطاع. Sign a contract that rigorously defines the relationship between the company and the developer, places responsibility for meeting system requirements on the developer, and allows the project to be discontinued if key conditions are not met. هنا برضو يعني بأكد لك أول إشي أنت حكينا بدك تختار واحد شاطر، ثاني إشي بدك توقع عقد مفصل
العقد المفصل rigorously defines the relationship، بيحدد لك او rigorously بيحدد لك نوع العلاقة بين الشركة وبين المطور، والمسؤوليات برضو بيحدد، وبيسمح بعملية فسخ العقد في حالة عدم الإيفاء بشرط واحد أو أكثر. برضو في عندك نقطة ثلاثة، plan the project in details and frequently monitor each step in the development. بدك برضو أن تخطط والمتابعة المشروع وتطوره خطوة بخطوة. communicate frequently and effectively. بدك تتواصل بشكل مستمر وبشكل فعال. control all costs and minimize cash outflow until the project is accepted. بدك تسيطر على كل التكاليف وبدك تقلل من التدفقات النقدية الخارجية من عندك إلى حين قبول المشروع والبدء فيه. بدك تعرف انه هون بشكل عام، يعني بالنسبة للفقرة هاي، انه بحكي لك انه القاعدة هون انه ما في عندي، او القاعدة هي عدم وجود قاعدة محددة. الموضوع كله بعود لقرار الادارة حول مصلحة الشركة، وانت شو بدك تختار، هل تختار انك تطوره داخليا او تختار انك تجيب شركة من الخارج. فهذول التو اوبشنز هم يعني ما في جواب صح فيهم، هو بيعود على انه الشركة شو في عندها وشو المقومات اللي عندها وشو الافضل لها. الاند يوزر ديفلوبد سوفت وير، او بسموها يعني اللي هي حوسبة المستخدم النهائي، او برمجي المطور المستخدم النهائي، اند يوزر ديفلوبد سوفت وير. افتر ذا، اذا بتشوف هون after the automobile was introduced, a famous psychologist predicted that automobile market would not exceed 2 million cars because only that many people would be willing to serve as chauffeurs. بحكي لك انه في شخص بعلم الاجتماع يعني توقعوا بانه ما راح يتم تصنيع اكثر من 2 مليون سيارة في العالم، هذا اول ما طلعت السيارات، لانه ما راح يكون عندك اكثر من 2 مليون شخص مستعدين يكونوا شوفيرية. فانت يعني شوف تفكيرهم كان وقتها، انه يعني مستحيل تكون السيارة ملكية فردية، السيارة هي بدها شوفير معها. اتواز برضو بحكي لك برضو كنا زمان متوقعين انه التليفونات راح توقع او مش راح تكمل، لانه بين المكالمة بين كل شخصين لازم يكون في طرف ثالث اللي هو الاوبريتر او المشغل. ما كانوا يتوقعوا انه التليفونات راح تتطور لدرجة انه الاوبريتر راح يصير انه كمبيوتر، وما في داعي تحط شخص ثالث. فهاي الامثلة كلها بتفرجيك انه كيف التكنولوجيا لما تنتقل من مرحلة لمرحلة ثانية، اول اشي الناس ما بتكون مدركة لا قديش هاي التكنولوجيا ممكن تتطور وقديش انا ممكن استفيد منها. فبرضو نفس الاشي بحكي لك بالنسبة للأجهزة الحاسوبية. An expert claimed that the demand for information system would grow so astronomically that almost every one would have to become a programmer. يعني زمان برضو كان يحكي لك أول ما نزلت الكمبيوترات بحكي لك المعلومات والإنفورميشن سيستم راح تصير تظلها تتطور لدرجة إنه لازم كل شخص في العالم أو في كل شخص في العالم لازم يكون عنده معرفة برمجية. طبعا مش لهالدرجة، هاي زي مثال الشوفير، يعني انه كانوا يتوقعوا انه كل سيارة بدك تصنعها بده يجي معها شوفير. نفس الاشي صار يتوقعوا انه كل حاسوب بده يكون معه بروجرامر. طبعا احنا شفنا صار في عندك الان حلول افضل واحسن، انه انت مش بحاجة لتبرمج، انت بحاجة تتعامل مع برمجيات وبتفرجيها شو اللي بدك اياه كأنك انت برمجت بدون ما تكون انت عندك خلفية عن البروجرامينج اصلا. فكل هاي اللي بتفرجيك انه يعني انه الحل the solution او الحل هو انك تساعد المستخدم النهائي is to help the end user meet their own information needs. انك انت الحل هو انك تساعد المستخدم النهائي بانه يجد حاجته من البيانات فقط، وذلك لتطور التكنولوجيا الحاسوب وسهولة استخدام البرمجيات ورخص سعر البرمجيات وزيادة عدد الاشخاص القادرين على استعمال الحواسيب. فهذا الاشي نفسه اللي حكيناه رجعوا حكوه هنا بانه يعني مش مطلوب انك تكون بروجرامر. الان التطور صار اخذ منحة ثانية، التطور صار انت عندك برمجيات رخيصة، عندك صار سهل اصلا تستخدم الحاسوب، صار عملية استخدامه بسيطة جدا، وصار كل اشي بحيط فيه سهل. فبالتالي التوجه صار بانه انت بس بتدور على حاجات المستخدم النهائي اكثر من ما انك انت بدك تيجي تخلي كل مبرمج. وهنا ندخل بالمصطلح اللي بنحاول ان ساعة بنلف عليه اللي هو الاند يوزر كومبيوتينج.
أو حوسبة المستخدم النهائي. Is the hand-on development use and control of computer-based information system by user؟ أو هو تطوير ذاتي للمستخدم لأنظمة المعلومات دون الرجوع إلى مختصين. إنه أنت كمستخدم تطور أنظمة المعلومات من غير الحاجة إنك أنت ترجع لمختصين. هي باسمها حوسبة المستخدم النهائي. ومن الأمثلة عليها for example, as if a saving and loan in California wanted a system to track loans reserve requirement. وممكن نعطيها مثلا أمثلة ثانية زي إنك استرجاع معلومات من الداتا بيس من أجل إعداد تقارير أبسط أو الإجابة عن استفسار معين. أنت ممكن تستخدم الـ end user computing من أجل إنك تسترجع معلومات من داتا بيس معينة ومن أجل إنك تقوم بإعداد أنت بنفسك تقارير أبسط، زي كأنك دخلت على إكسل شيت وصرت تعمل منها ريبورتات أنت كمستخدم. أنت صرت تطلع من الشيت هاي تبعت الإكسل تقول بدي ريبورت كذا، فبتجمع المعلومات اللي جوا الإكسل شيت مع بعض وبتصير يعني. خليني أفرجيك أنا ليش هاي إشي أنا بشتغل عليه هون مثلا. أنا ولنفرض إنك أنت بس طبعا انسى إنه هاي معلومات أنا لامها، بس إنه أنت تيجي على شركة وعندك أنواع بيانات معينة وأنت بدك تطلع ريبورت أنت بحاجته، فبتيجي بتحكي أنا بدي هاي المعلومة مع هاي المعلومة وأجمعهم كلهم وأطلع لهم مثلا مخرج جديد هون. فهذا المخرج الجديد اللي أنت قاعد عم بتطلعه كأنك أنت عملت إيش هنا، كأنك أنت اللي برمجت أو أنت اللي استخدمت البيانات من أجل أنك تعد تقارير تعنيك أو أنك تخليك تجاوب على استفسار معين أنت بتدور عليه. كمان شغلة، خلينا نرجع كمان شغلة ممكن تعملها إنه عمل what if بسموها. خلينا أنا هون performing what if sensitivity or statistical analysis، إنك تعمل زي سيناريو ماذا لو، أو إنك تعمل تحليل إحصائي. برضو هاي تدخل في ضمن ال end user development. برضو ممكن أنت تقوم بتطوير developing applications using software such as spreadsheet or database system. ممكن أنت تقوم بتطوير تطبيق باستخدام برمجية معينة زي ال spreadsheet أو ال database system. برضو ممكن تقوم بإعداد جداول زي depreciation schedule او loan amortization. كل هاي عمليات انا بسميها manipulating with data، وانك انت تيجي على الداتا الموجودة عندك بالسيستم وتقوم بمحاولة انك تطلع منها باشي. هاي تدخل كلياتها في موضوع اللي هي حوسبة المستخدم النهائي. End user development is inappropriate for complex systems such as those that process a large number of transactions or update database records. بحكي لك انه هاي لا تعتبر طريقة حوسبة المستخدم النهائي فعالة للبرامج المعقدة، وبالتالي مثلا انك تعد كشوفات رواتب حسابات account receivable او account payable او inventory بجوز ما تكونش مناسبة، لانه مش لانها معقدة بس لانه برضو حجمها كبير كثير، يعني ربطها complex اكثر مما انت متخيل. فبالتالي هيك شغلات ممكن انه الحوسبة المستخدم النهائي ما تكونش مفيدة. بس برضو هون باقي الفقرة هون بتحكي لك كيف انه الانتشار تبع الـ EUC او حوسبة المستخدم النهائي انه انتشارها احنا بنتوقع خلال الفترة القادمة انه يمثل من 75% لـ 95% يشكل من جميع البيانات المعالجة خلال القرن القادم. يعني بفرجيك قديش احنا بنتوقع انه حوسبة المستخدم النهائي تتطور مع الوقت. واضح انه هذا الاشي يعني very optimistic، ورح نشوف احنا قدام ان شاء الله رح يفرجينا الوقت اذا هل هذا الاشي رح يصير او لا. بحكي لك الان نشوف شو الادفانتجز والديسادفانتجز من حوسبة المستخدم النهائي. الادفانتج اللي بتعرضها اليوزر كرييشن كنترول اند امبلمنتيشن، انه هي من عمل المستخدم وسيطرته وتطبيقه، هو اللي طبقها وهو اللي عملها، فبالتالي بيكون عارف بالضبط شو الاشياء اللي بده اياها. برضو كمان سيستم ذات ميت يوزر نيدز، هذا السيستم اللي بيعمل، اذا ما انت تعمل السيستم هذا انت بتكون عارف بالضبط شو متطلباتك، فبالتالي راح تطلع مطابقه او الاشي اللي عملته مطابق للنيدز تبعونك، وهذا اشي برضو كثير مناسب وconvenient. timeliness
بالنسبة للوقت much of the lengthy delay inherent in traditional system development is avoided such as time consuming cost benefit analysis detailed requirement definition. يعني كل خطوات التطوير هاي اللي انت شايفها المعقدة بتروح وبالتالي بكون كوقت أفضل أسرع. freeing up of system resources the more information طبعا ايش انك freeing up انك يعني تشيل عنك او يعني تلحلح للسيستم ريسورسز المصادر تبعت السيستم عندك انك انت بتخفف عنها يعني. the more information needs user met the more time the IS department can spend on other development and maintenance activity. كل ما انت امنت معلومات لليوزرز تبعونك بطريقة اكثر الـ IS department بفضى اكثر وبيصير بيصير عنده وقت يشتغل شغلات ثانية. هذا الاشي راح طبعا يؤدي لتحسين الاداء. versatility and ease of use يعني عموميته وسهولة استخدامه. بحكي لك اغلب حوسبة المستخدم النهائي او كبرمجية من السهل فهمها ومن السهل استخدامها لانه اللي عملها اصلا عاملها خلص عشان انت تلبي لك نيدز معينة واضحة باسهل طريقة ممكنة فبالتالي انت تتوقع انها تكون سهلة عكس السوفتويرات العادية المعمولة لان السوفتويرات العادية بتكون بالعادة شاملة جدا وبتحاول تشمل لك اكبر قدر ممكن من البيانات ومن المعلومات ومن القطاعات. فيوزر can't change the information they produce or modify their application anytime their requirement change. هذا الاشي بيسمح لي انه بما انه كثير سهل انك تفهمه وكثير سهل انك تستخدمه معناته كثير سهل انك تغيره. With a laptop computer employee can complete work at home on a on a plane almost anywhere. وطبعا بيقول لك بما انه يعني هذا السوفتوير سهل كثير بكون بالعادة غير معقد ممكن الواحد يحمل لابتوب ويكمل شغل هلو كان سواء كان على طيارة ولا كان في البيت. بس برضو بحكي لك في عندي كثير disadvantages زي ما حكينا عندي disadvantages للend user computing اهمها logic and development error اللي هي مشاكل منطقية ومشاكل في او اخطاء في عمليات التطوير لانه ما عندك خبرة. with little experience in system development end user are more likely to make errors and less likely to recognize when error have occurred. يعني بما انه الشغل المستخدم يعني او اللي عمله هو يوزر فبالتالي راح يكون بدك تتوقع انه يكون في عندك اخطاء اكثر وعدم اكتشاف الاخطاء بطريقه اكبر. برضو they may solve the wrong problem ممكن يحل المشكله الغلط يعني يلاقي عنده مشكله بدل ما يحل الروت او الجذور تبعت المشكله هاي يروح يحلها يشغل. كل هذا ناشئ طبعا من قله الخبره. inadequately tested application برضو بحكي لك عند حوسبه المستخدم النهائي users المستخدمين are less likely to test their application rigorously يعني من الصعب انهم اللي صمموا هذا انهم يقوموا بفحصه بطريقة مناسبة أو بطريقة شديدة either because they don't recognize the need to do so or because the difficulty or time involved. طبعا في عوائق كثيرة من ضمنها انه صعب من ضمنها انهم ما انتبهوا اصلا لوجود هاي الاخطاء وما الى ذلك. شو بحكي لهون one big four CPA firm found that في عندك شركة تدقيق الكبار لقوا انه 90% of the spreadsheet model it tested had at least one calculation error. واحدة من شركات CPA لقت انه 90% من spreadsheets او يعني هاي spreadsheets عشان ما اغلبش حالي هاي spreadsheet لقوا انه 90% من spreadsheets الموجودة بالشركات فيها اخطاء حسابية. inefficient system ان السيستم هذا inefficient مدامه inefficient معناته بيعمل لي داتا بيراكم لي داتا زيادة بربط غلط بده يكون فيه كثير مشاكل. طبعا هاي ليش؟ لانه برضو بده ترجع لقلة الخبرة. poorly controlled and documented system هذا يعني عملية الرقابة على السيستم ضعيفة والتوثيق فيه مش جيد او poor يعني ضعيف. طب لما يكون التوثيق يعني انت مثلا بدك you need to track the user يعني شو يعني track them يعني انك تلاحقهم تعرف مين اللي فات على السيستم ومين اللي طلع
بدك برضه انه تكون عارف يكون في كلمات سر مش اي واحد بيقدر يفوت. يعني انا شفت الباسوردات بتنحط على الاكسل والباسوردات بتنحط على الاكسس وما الى ذلك، صعب من السهل اختراقها يعني، او من الصعب انك تعمل برنامج سكيورتي كامل على اكسل انه يكون بالنسبه لليوزرز، فبالتالي راح تلاقي دائما مشاكل من هذا النوع. سيستم انكومباتيبيليتيز، الانكومباتيبيليتي موضوع جدا مهم، انه انت اذا اشتغلت مثلا انت قمت بعمل نظام معين في الشركة عن طريق حوسبة المستخدم النهائي، وهذا البرنامج بكرة صار في الشركة بدها تتطور، بدها تضطر تربط حالها بنتورك معين، بدها تتطور بدها تضطر سوري تبيع، بدك تبيع الشركة، والشركة اللي اجت تشتريك بدها البيانات مثلا تدخلها على سيستم عندها، بدك تشتري سيستم انت صح لك مثلا تشتري سيستم اعقد لانه شغلك تطور اكثر. هون بده يصير في عملية نقل بيانات او عملية تشارك بيانات، اذا كانت البرمجيه غير متوافقه مع غيرها هنا انت ادت لمشكله كبيره عندك، بانه البيانات هاي ممكن تتلف ممكن تروح ممكن يكلفك كثير عمليه اعاده ادخالها، فبالتالي انه هاي واحده من المشاكل الكبيره. بينما انت لما تروح مثلا على ساب او تروح على اوراكل او على البرمجيات الكبيره السوفت وير تلاقي دائما في وسيله لعمليه نقل البيانات بدون ما تتعرض لهيك مشاكل. Duplication of system and داتا، اللي الدبليكيشن اللي هو يعني التكرار يتدبل اللي هو السيستم او البيانات، وراح يعمل ويست اوف ريسورس. طبعا هذا برضه ناشئ انه ضعف في الخبره او هياتها ان اكسبيرينس يوزر مي تيك ديفلوبمنت ذان ذي ار ايبل تو اكمبلش، برضه هذا الشيء راح يضيع وقت. انكريزد كوست، طبعا هذا ممكن يعمل لي تكلفه. ا سنجل بي سي بيرتشيز از ان اكسبنسيف، باينج 100 اور 1000 از كوستلي، سو از ابديتينج ذا هاردوير اند سوفتوير افري فيو ييرز. اي سي يوز اي يو سي هاز ا بور اوبورتونيتي كوست اف ات دايفيرت يوزر اتنشن فروم ذير برايمري جوب. بالضبط، يعني انت بدك تصير تلاحق سيستم هون عم بحكي لك، فبالتالي لما تضلك تلاحق ممكن تؤدي الى تكاليف زائده. هاي بشكل عام اهم نقاط الضعف ونقاط القوه ل حوسبه المستخدم النهائي. نكمل هون قبل ما احنا نوقف عند الاوت سورسنج. مانجينج اند كنترولينج اند يوزر كمبيوتر، الاداره والسيطره على حوسبه المستخدم النهائي. ما في شيء كثير نحكيه، بس انه بدي احكي لك انه الاورجنايزيشن ماست مانج and control EUC، لأنه الإدارة يجب على المؤسسة إدارة ومراقبة اللي هي EUC أو برمجة حوسبة المستخدم النهائي. لازم برضو giving the IS department control discourage EUC and eliminate its benefit، إنه إعطاء الرقابة لقسم IS ممكن يسحب البساط من EUC، ولكن عدم الرقابة نهائيا ممكن برضو تؤدي لي لمشاكل كبيرة. وبالتالي افضل اشي انك تلاقي حل وسط بين قسم الاي اس وبين حوسبة المستخدم النهائي، بانه انت تلاقي طريقة او وضع توجيهات اذا تيس بروفايد انف جايدنس اند ستاندر، انك تقوم بتوجيهات واضحة وتقوم بوضع قواعد عامة من اجل السيطرة على النظام من دون ما انك انت تحدد دور الاي يو ام او دور المستخدم. وهنا انت في عندك يعني بظهر لك مشكلة على السطح، بانه انت عندك قسم الاي تي والحوسبة المستخدم النهائي، انه هنا ممكن يصير في عندي كلاش او يصير في عندي تضارب بيناتهم، لانه واحد يعني عنده هو الاكسبيرينس وعنده الخبرة اللي هو الاي اي اس، وعندك واحد اللي هو هذا المستخدم اللي عنده تجربة واللي بيقدر يعمل اشي وبيقدر يبدع من عنده. فهنا ممكن اكيد يعني تصير في عندك نوع من انواع التضارب. طبعا ممكن انت تعمل هيلب ديسك، تحط مكتب وقت مكتب مساعدة. طبعا انا هيلب ديسك تقنيين who answers employee questions with the purpose of the of encouraging supporting coordinating and controlling end user activity. يبدو صار فينا احنا اللي هو باخر الموضوع الواحد شوي كنه بكسل، بس خلينا ناخذ هيك شوي برويه. الهيلب ديسك هاب اللي هو يعني بتحط وظيفه يعني مكتب بقوم بمساعده الاي يو سي، واحنا هنا مش عم نحكي عن شركة بسيطة او موضوع بسيط، عم نحكي عن موضوع موسع، انه بده يكون عندك فعلا هذا التوجه بالشركة.
وبكون عبارة عن محللين وأصحاب وتقنيين اللي بيقوموا بالإجابة على أسئلة الموظفين من أجل تشجيعهم ودعمهم وربطهم والسيطرة على موضوع الـ End User Activity. إلى هون إحنا أنهينا موضوع إذا بدي أطور النظام داخليا وإذا بدي أستخدم الـ EUC أو حوسبة المستخدم النهائي. الفيديو القادم راح نحكي عن الـ Outsourcing the System أو اللي هو بسموه تعهيد النظام أو تصدير النظام. الله يعطيكم العافية شباب.